النواب ومجلس الدولة لم يتوصل ولن يتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة الليبية بسبب تعارض المصالح الشخصية والحزبية، وكثير منهم يريدون استمرار الفوضى لأنهم يعرفون أنه إذا ما استقرت البلاد وتوحدت مؤسساتها سيتوقف ما يرجونه من ثمار الفوضى واستمرار الصراع، خاصة وأن لا مستقبل له في الحمل السياسي لأسباب مختلفة. قد مضت مدة طويلة دون التوصل إلى حل عن طريق الاتفاق بينهم، مما تسبب في إرهاق البلاد والعباد. مجلس النواب يرى أنه أمام هذا التعنت ضرورة إرجاع الأمانة إلى أهلها، وهو الشعب الليبي صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير البلاد. وقد سبق لبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا أن وافقت على إعادة تشكيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين، وضمن ذلك بالإعلان الدستوري. إن منح الأقاليم الثلاثة حق المشاركة في صناعة القرار السياسي والتنفيذي من خلال تشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين، وحكومة الوحدة الوطنية من رئيس وزراء ونائبين يمثلون الأقاليم الثلاثة، وإيجاد آلية تقسيم الثروة بالتساوي بين الأقاليم طبقا للمساحة الجغرافية وعدد السكان، ويضمن ذلك في دستور دائم للبلاد، سيؤدي حتما إلى حالة من التوافق والسلام وينهي الاحتقان بين مختلف الأطراف على المستوى السياسي والشعبي. من كل إقليم من الأقاليم الثلاثة حق اختيار ممثليه في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية وهيئة صياغة الدستور هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق القبول الشعبي بالتوافق، ويضمن تحقيق الحق فعليا على أرض الواقع، خاصة وإن تجربتنا الماضية في منح هذا الحق لأحزاب سياسية هشة ليست لها حاضنة شعبية ولا تملك القدرة على ترجمة أي توافق على الأرض فيما مضى، ومعظمها تأسس برعاية دول أجنبية وعن طريق جماعات لها أهدافها الخاصة ولا يهمها مصلحة الليبيين، كانت فاشلة بامتياز. بينما القبائل والمكونات الاجتماعية والنخب الوطنية هي الأكثر تضررا لحالات الاقتتال وما ترتب عليها من دمار وضحايا ونزوح وتهجير، وبالتالي فهم الأكثر حاجة للسلام والاستقرار وأكثر رغبة وتطلعا للوصول إلى توافق يحقن الدماء ويحفظ السير. تبقى الأحزاب والكيانات السياسية في حاجة لبناء جديد في ظروف صحية وطبقا للقانون والدستور بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي يجب أن لا تزيد عن عام ونصف. تمكين الأقاليم الثلاثة من المشاركة السياسية والاقتصادية يسهم في التسريح بالمصالحة الوطنية ويحرك عجلة الإعمار والتنمية في ربوع ليبيا بالتساوي، ويخلق منافسة إيجابية بين شباب الأقاليم في مختلف المجالات في ظل تحقق المساواة في الحقوق والواجبات وتوفر فرص إظهار الكفاءات والقدرات والتي لطالما حرم منها أبناء الأقاليم. مساحة ليبيا سيد الرئيس الشاسعة والبعد بين أقاليمها ومناطقها ومدنها وقراها، والتجربة المريرة مع سيطرة المركزية لعقود طويلة سابقة وحالية، والأوضاع الاقتصادية والصحية والتعليمية المتردية، وانهيار البنى التحتية والطرق والمطارات في معظم المناطق، كانت ولا زالت حجر حفرة في طريق التوصل إلى اتفاق، وهي من الأسباب لوقف تم تصدير النفط الليبي. لقد أصبح الصراع في ليبيا اليوم صراعا دوليا تتسع رقعته كل يوم، يشمل البحر الأبيض المتوسط وجنوب أوروبا ومنطقة الساحل والصحراء، ولم يعد أمام المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلا الاحتكام لإرادة الليبيين دون تأخير، وهو ما يتطلب وضع آليات حقيقية فاعلة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة. الأولويات لوقف الفوري لإطلاق النار، وقف الاعتداء التركي على الأراضي الليبية ومطالبتها بإخراج الإرهابيين والمرتزقة، ومنع التدخل الأجنبي السلبي بكافة أشكاله، الدعوة للبدء في العملية السياسية بإطلاق حوار مباشر برعاية عربية أممية
بتشكيل مجلس الرئاسي من رئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية من رئيس وزراء ونائبين. هذا هو الطريق الذي يحقق الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا وغيره من الطرق، متاهة ومضيعة للوقت ونزيف للدماء وهرب للثروات. سيدي الرئيس، سادة النواب، قد تحدثت اليومين الماضيين مع الإخوة في المملكة المغربية الشقيقة الذين أود أن أعرب لهم عن بالغ التقدير والامتنان على جهودهم الطيبة وحرصهم على أمن ليبيا واستقرارها. أكدت لهم أن سبب تفاقم الأوضاع في ليبيا لا يتعلق باتفاق الصخيرات بذاته، بل بما نتج عنه من جسم عاجز لم ينال ثقة مجلس النواب، ولم يؤدي اليمين الدستورية، ولم يضمن في الإعلان الدستوري، وانتهت مدة ولايته، وتجاوز صلاحياته واختصاصاته بأن فرط في سيادة ليبيا وسلمها رهينة لقوى أجنبية لمجرد الرغبة في البقاء في السلطة. وكل ذلك تم بمخالفة العلنية والصريحة لبنود الاتفاق السياسي الذي وقع بالسفيرات. على سبيل المثال، في إقليم طرابلس حيث العاصمة الليبية ومقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، تحدث الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والمرتزقة الأجانب فسادا في مؤسسات الدولة، وتهيمن على القرار السياسي بقوة السلاح، وتمارس الابتزاز والخطف والقتل، وتدير السجون ومراكز الابتزاز القصرية التي ينكل فيها بالليبيين المقيمين والمهاجرين، باعتراف وزير الداخلية بالحكومة الذي وصف أحد مشاهد الابتزاز بقوله اقتحمت ميليشيا مسلحة وزارة المالية وهددت الوزير بوضع رصاصة في يده، وإن جهاز المخابرات تسيره ميليشيا مسلحة محسوبة على أحد الشوارع، وأن في طرابلس أسام موازية لوزارة الداخلية وأكثر منها إمكانيات. للأسف يحدث ذلك كله على مرأى من المجتمع الدولي الذي منح الشرعية لهذه الحكومة. نحن من جهتنا نرحب بكافة الجهود التي تقود لإنهاء الصراع في ليبيا وتحقق الأمن والسلام والاستقرار، وعلى استعداد كامل للتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. أكرر شكري وتقديري وبالغ امتناني ودعائي بالتقدم والازدهار في المملكة الأردنية الهاشمية، والسلام عليكم ورحمة الله.